شيخ، نحن نصلي أحيانا بمجموعة من الطلاب كبير، ونضطر إلى مسك الميكروفون باليد سجودا وركوعا وقياما، فهل في هذا بأس؟ ليس فيه بأس، لكن لماذا لا تشتروا سماعة؟ في سماعة صغيرة يستطيع الإنسان أن يجعلها في جيبه ويصلي. المهم على كل حال أن هذا لا بأس به، لأن هذه حركة يسيرة لمصلحة المأمومين، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ما يشابه ذلك، فإنه لما صنع له المنبر صار يصلي عليه، فكان يقوم على الدرج يصلي قائما ويركع، فإذا أراد السجود نزل من المنبر وسجد، وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فقول لتأتموا بي نظير من أمسك بيده الميكروفون أو مكبر الصوت من أجل أن يأتم به من خلفه. نعم.